والآن مع كلمة حضرة صاحب النيافة الحبر الجزيل الاحترام الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى وتوابعها. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أشكر حضراتكم كثيرا على هذه الحفاوة التي لا استحقها بالحق. في البداية أشكر الرب فأنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. أشكر الرب من كل قلبي وأحدث بجميع عجائبه وأفرح وأبتهج بالرب. أشكر إلهي ومخلصي الذي يرعاني والذي يبارك حياتي. أشكر أمي العذراء القديسة مريم رئيس الديرن المحرق العامر والذي أنا في خدمتها إلى آخر نفس في حياتي طالبا شفاعتها وشفاعة قديس الدير القديس الأنبا إبراهام والقديس أبونا مخيل البحيري قديس الدير المحرق الذين بشفاعتهم وصلواتهم الرب يبارك حياتي ويبارك شعب الإبرشية. كل الشكر والتقدير والمحبة القلبية لسيدنا حضرة صاحب الغبطة والقداسة سيدنا البابا تواضروس الثاني الذي دعاني بنعمة الله وبإرشاد الروح القدس وقدمني إلى خدمتكم. وقد لمست في قلب قداسة البابا محبة كبيرة لشعب المحلة. قداسة البابا تواضروس أطال الله حياته يتمتع بفكر مستنير ومحبة قوية لكل المصريين ودائما مشغول ومهموم بقضايا الوطن بجانب القضايا المسيحيين والكنيسة. أتقدم بكل الشكر لجميع أباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس الذين باركونا هذه الليلة. أشكر الجميع على محبتهم وتعبهم معي. وأتقدم بخالص الشكر القلبي العميق لحضرة صاحب النيافة نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب الباباوي لإبرشية المحلة سيدنا تعب كثيرا وكان دائما متواجدا مع الأباء الكهنة ودائما في زياراته الرعوية لكنائس وشعب المحلة. وأرجو أن يذكرنا دائما في صلاته وأن يرعاني ويرعاهم جميعا. أشكر أبي حضر صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيقول أسقف ورئيس الدير المحرر الذي زكاني وقدمني إلى قداسة البابا تواضروس. شكرا لنيافته لمحبته الكبيرة واهتمامه الخاص بضعفي. شكرا لأبائي رهبان الدير المحرق الذين تربيت وتعلمت على أيديهم. يباركهم الرب دائما ويجعل الدير المحرق منارة منيرة وحصن للكنيسة دائما. مصر الآن يا أخوتي تشهد استقرارا وتقدما كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في العبور بمصر إلى التنمية والاستقرار. وقد استعادت مصر الحديثة أمجاد حضارتها العريقة. وها نحن نرى المشاريع الوطنية الكبرى تعود لتملأ مصر رخاء وازدهارا. فمنذ شهور قليلة رأينا افتتاح قناة السويس الجديدة وافتتاح طريق الكباش والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وباختصار قدم الرئيس السيسي حلولا لم تكن موجودة من قبل، فأطلق شعار مصر بلا عشوائيات. وها هي الطرق الجديدة والمواني المصرية والسكة الحديد والكباري العملاقة تضع مصر على الخريطة العالمية. بالحقيقة أصبح عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عهد الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، عهد الجمهورية الجديدة التي هي الحلم والأمل، جمهورية الإيمان والإيمان. تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجال الحكومة وإلى السيد الوزير وإلى جميع الحضور الكرام. تحية إلى السيد السادة الأفاضل من رجال الأزهر الشريف ومن رجال الدولة الذين يبذلون أقصى ما عندهم كي تنعم مصر بالجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مصري ويفتخر بها المصريون.
في كلمة بسيطة أريد أن أتكلم عن سيدنا نيافة المتنيح الأنبا كراس. آخرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم بكل المحبة وكل الاعتزاز. تعب وسيدنا المتنيح الأنبا كراس الذي جاهد وتحمل الكثير وأسس وعمل وقدم خدمات روحية جليلة. وها المنظر اللي أنا شايفه دلوقتي دليل على تعب سيدنا أنبا كراس. التزام حضراتكم وانصاتكم لسماع الكلام والجلوس بانتظام، خرس الشمامسة العظيم والحان الجليلة، الآباء الكهنة الأفاضل، نهضة كبيرة قام بها سيدنا أنبا كراس دليل على تعب ومحبة وعمل كبير في صمت. كان له اتضاع جميل، كانت محبته القوية للكنيسة وكل شعب المحلة. وما أراه اليوم هو نموذج من الخدمات الكنسية التي تعب سيدنا أنبا كراس في عملها، حيث كان يعمل بكل طاقاته وكان أميناً ومدققاً، فأعطاه الله الكثير. أطلب من نيافته أن يرعانا بروحه الطاهرة جميعاً، أنا ابنه وكل شعب المحلة أولاده، ويذكرنا أمام عرش النعمة لنحاول أن نسلك في صفاته ونكمل العمل الذي بدأه نيافته. لا أريد أن أطيل عليكم يا أخوتي، لكني أريد أن أختم كلامي بكلمة قصيرة عن أبي الروحي الذي تربيت عند قدميه، وهو مثلث الرحمات سيدنا الأنبا ساويروس رئيس الدير المحرق السابق الذي كان قصارة الروح القدس. كان أبا متميزا في كل الأشياء، منحه الله مواهب كثيرة في الخدمة والرعاية، وكما قال القديس يوحنا الدرجي: المعلم الصادق هو الذي تلقى من الله مباشرة لوح المعرفة الروحية المنقوشة بأصبع الله. سيدنا أنبا ساويروس كان مثل موسى النبي في حكمته وقيادته، كان إنسان صلاة، كانت لديه فضيلة التميز، فكان متميزا في كل شيء. بالحقيقة كانت كل أفكارنا مكشوفة أمامه، وبكلام قوي خارج من فمه يصف لنا الدواء. وبالاختصار كان مستر القديس يوحنا المعمدان الذي يفرح لنمو أبنائه وتقدمهم في الروحيات. كان له الإيمان القوي، وفوق كل ذلك كان محبوبا جدا من الله لأنه كان يملك قلبا مطلعا جدا. أطلب من الرب أن يعطيني نصيب اثنين من روحه: روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب الذي له كل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين. إيش بتعلمنا يا سيدي؟